السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكون معاكم فيديو جديد من خطوة بخطوة، والمرة هاي رح يكون فيديو مميز جدا جدا جدا، رح يعجبكم كتير لأنه الفيديو رح يكون شوي طويل. بدكم تسامحوني فيها، سامحوني كتير لأنه رح يكون شوي طويل، بس الفيديو رح يعجبكم كتير. اليوم الفيديو تبعنا تجميعة ألعاب متوسطة، بدناش نحكي لا هي عالية ولا هي واطية. رح نجمع جهاز على مادر بورد الاسوس البرايم اتش 610 ونحط عليها المعالج الكور اي 5 ال 12400 اف، اف يعني من غير كرت شاشه لانه احنا بنستخدم كرت شاشه خارجي، وبدنا نركب عليه الجهاز 16 جيجا رام من كينغستون هايبر اكس بلاك فيوري ار جي بي، راح تكون عليها اضويه، وبدنا نركب عليه كمان على المذر بورد امد 2 من كينغستون ان في 2، ان في 2 مش ان في 1، يعني بي سي اي اكسبرس فيرجن 4 مش فيرجن 3، يعني سبيد تبعته بتبلش من 3500 واطلع. وبدنا نركب عليه كمان الرائع اللي هو الار تي اكس 4060 8 جيجا دي دي ار 6 128 ميموري انترفيس. وهي الحركات كلها والقطع هاي كلها بدنا نحطها بكيس مميز جدا من كولر ماستر اللي هو الماستر بوكس 520 دي. طبعا تجميعها زي هيك اكيد بدها باور سبلاي محترم، فراح نستعمل الكولر ماستر الاليت نيكست 600 وات عشان يقدر يغطي المذر بورد ويغطي الاشياء الثانيه كلها وكرت الشاشه وغيرها. طبعا احنا مش راح نحط غير هارد درايف واحد اللي هو الام دي 2 ان في 2 من كينغستون اللي سرعته 3500 ميجا ترانسليتنج بير سكند، يعني راح يكون الجهاز عبارة عن صاروخ على الأرض بالنسبة للألعاب. هلا أي حدا بده يشتغل أو يلعب لعبة فورتنايت ألعاب تانية راح يكون معاه 100% الجهاز وما راح يغلبه بأي شيء. طبعا تجميعها زي هيك أنا بقول حرام تركب لها شاشة تكون أقل من 144 هرتز، فإحنا راح نستخدم بهاي التجميعة من سامسونج الأوديسين جي 3 اللي بتيجي 24 إنش 165 هرتز. يعني بكل بساطة انت جايب ومكلف وبدك كواليتي وبدك فريمات، فحرام تشتغل على فريم ريت واطي وحرام تشتغل على هرتز واطي. بدنا نبلش معكم هلا خطوة بخطوة بتجميع هذا الجهاز. بتدعموا لايك وشير، لا تنسونا من دعموا لايك وشير، واللي بحب يدفع اي او سوري اللي بحب يدفع يدعمنا باي دعم تحت بالفيديو في تشكرات فيك تتشكرنا زي ما بتحب، ولا تنسونا من دعموا لايك وشير. يلا نبلش. يلا هلا بدنا نبلش معاكم خطوه بخطوه عملي كيف بدنا نركب القطع كلها وشو المحاذير اللي لازم تنتبهوا لها وانتم بتشتغلوا على هذا الجهاز. اول شيء بنطلع المذر بورد من مكانها زي ما انتم شايفين جوا السيل تبعها، وبحطها على الكرتونه، برجع الكرتونه مسكره وبحط عليها، بشيل الكيس هاد لانه هلا ما بلزمني. لازم تكون ايدي دائما على مكان حديدي، شايفين كيف؟ وبعديها ببلش اركب بالمذر بورد. طيب في كتير ناس بتشيل هذا بالايد، شايفينه هذا؟ بتشيله بالايد، هذا ما لازم تشيله بالايد، هذا بنشال اوتوماتيكيا، اوتوماتيكيا بنشال لما انت تحط المعالج بنفسه. هلا اول اشي بفتح، خليك، بفتح الهولدر اللي ماسك الايش؟ السي بي يو، المكان تبع السي بي يو، بقلب هاي هيك ابسايد داون 180 درجة، شايفين كيف هيك صارت؟ واضحة صح؟ هلا بدنا نركب المعالج. هلا طلعوا على المعالج، هذا المعالج في عندي هون تو ناتشز شايفينها؟ في هون وحدة وهون وحدة، هدول في لهم مكان هون، هيهم شايفينهم وين؟ هي وحدة وهي وحدة، يعني هذا المعالج طبعا بدي امسكه من الاطراف، ممنوع تحط اصابعك هون، بدي احط المعالج بهاي الطريقة، شايفين كيف؟ شايفين كيف النوتشز هدول؟ شايفين هي وحدة وهي وحدة، شايفينهم النوتشز؟ هدول بده يقعد هيك 100% في مكانه، شايفين كيف عم بتحرك؟ وبعديها بسكر الهاندلنج تبعته، ما بشيل البلاستيك، بضغط ضغطة خفيفة، لاحظوا كيف البلاستيك لحاله طلع، وبضغط الطرف الثاني وبسكرها اللوك 100% بهاي الطريقة، لاحظوا مباشرة شو صار فيها البلاستيكة، طلعت لحالها، طلعت لحالها والمعالج انضغط في مكانه. بهاي الطريقة بركب المعالج الفيرجن الجديد. تمام، هيك ركبنا المعالج، وهاي الخطوة أنا بفضل تسويها والمذر بورد برا، ما تركبها والمذر بورد جوا. طيب خطوة رقم 2 شو بدنا نسوي؟ بدنا نركب الرام الحلوة هاي اللي هي ايش؟ 16 جيجا كينغستون بلاك فيوري ار جي بي دي دي ار 4 الباص سبيد 3200. طبعا بنفتح الرام زي هيك. طريقة تركيب الرام بكل بساطة، طريقة تركيب الرام نيجي أول شيء بنفتح اللوك الأول، في نقطة كتير مهمة، طلعوا لي هون، طلعوا لي هون 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 هون،
شايفين هون محطوط لك ديم 1 وديم 2، ديم A1 وديم B1، يعني الاساس لازم اول شيء تركب بهاي وبعدين تركب بالثانيه. هلا هدول بيجوا دول شانل وفي اشياء بتيجي فور شانل. هلا باجي طلعوا النوتشز وين، باجي بدخل هذه المنطقه هون زي هيك زي هيك، بجيبها زي هيك وبعدين بضغط الزاويه اليمين زاويه شمال يمين، اسمعوا تك وبعديها شمال، هيك ركبت 100%، هيك الرام ركب في مكانه 100%. طيب الخطوه اللي بعدها، اللي انا هاي الاشياء بفضل انها تركب مباشره وانت موجود بالتجميع، اللي هي ايش؟ الاس اس دي. هلا احنا حكينا بهذا الكرتونه او بهذه البورد في قطعه خاصه جوا بتثبت ايش؟ بتثبت الهولدر تبع الام دي 2، فخليني اطلعها عشان افرجيكم اياها. بالانترو انا حكيت انه في قطعه خاصه بدل ما تركب براغي او غيرها، في قطعه خاصه لتثبيت الام دي 2 اللي هي هذه الحماله اللطيفه. خلينا نفتحها ونفرجيكم كيف تشتغل هاي الحماله. هاي بكل بساطه حماله بلاستيكيه او هولدر، شايفين كيف جاي في شكلها. هلا راح افرجيكم كيف تركب 100%. هلا اذا انا عارف انه الكرت اللي انا بدي ركبه 2280 وهذا 2280، يعني اطول حد له، شو باجي بسوي؟ بركب هاي في هذا المكان هيك، بركبها هون وبعدين بسكر الام دي 2 عليها زي هيك، بكبسها في مكانها. طيب نشوف هذا الموضوع عملي، بيجي على الام دي 2 بنفتحها بهاي الطريقه. طبعا هي مرات بتكون السيل تبعها شوي ناشف، فيفضل دائما تفجرها تفجير عشان تطلع معك. وهاي هيك طلعنا الام دي 2 الان في ام اي الان في 2 اللي هو الفيرجن 4، شايفينه كيف؟ هلا هذا طريقه تركيبه، باجي زي هيك بزاويه 45، باجي بزاويه 45 شايفين كيف؟ هيك وبعديها باجي على اللوك الماجيك، هذا الماجيك لوك، باجي بزيح المذر بورد شوي لانه هو بده يكون برا، باجي هون هيك شايفين بزاويه، بضغطه هون شايفين وين؟ هون بده يقعد في مكانه، بدي اخلي الهولدر تبعه شايفين كيف من هاي الزاويه، خليني افرجيكم اياها من هاي الزاويه. طلعوا في بنين شايفينهم كيف؟ في بنين هون بدي اياهم يدخلوا جوا المدخل تبعها، يعني جوا الفيشه هون في بنين بدي اياهم يدخلوا. طبعا هو راح يكون شوي ناشف عشان ما يفك بسهوله، خليني اركبه بالايد اول اشي زي هيك، خليني اطلع هذا من مكانه، امسكه زي هيك بالايد، طلعوا كيف؟ اسمعوا راح يركب 100%، سمعتوا كيف؟ تك هيك صار جاهز. باجي بدخل الام دي 2 زي هيك زاويه 45، بحط اصبعي هون شايفين وين؟ صار النوتشز جاهزه للتسكير. باجي على البلاستيكي هاي وبضغطها في مكانها، بس هذا لازم اخليه هيك ستريت. طلعوا اسمعوا سكرت هيك، سكرت 100%. هلا لما بدي افكه بس علي ارفع هاي بيطلع الام دي 2 من مكانه، لاحظوا هيك ثابت 100% الام دي 2. هاي طريقه التثبيت الميكانيكيه الجديده من اسوس. هيك انا ركبت القطع اللي بتتركب بالمذر بورد وهي في مكانها. هلا بعد هيك الخطوه اللي بعد هاي لازم احطها جوا الكيس، بس في اشي انا بحب احطه قبل ما احطها بالكيس، بالذات لما يكون التبريد هوائي. لما يكون التبريد هوائي لازم اركب المروحه وهي برا، ليش؟ لانه بهاي الحاله انا بحافظ على البورد، ما بضطر اضغط عليها وهي في مكانها. احنا هلا طبعا نركب التبريد اللي هو الكولر ماستر الهايبر 212 ال اي دي، ادرسها بالار جي بي. هلا هاي الاكسسوارز كلها بنخليها على جنب، بدنا نطلع المروحه نفسها، نطلع المروحة نفسها من مكانها. طبعا في لوكين بيكونوا ماسكينها، اسمعوا هاي تك وهي تك، بنطلعها. طبعا في الكتالوجات تبعتها، واهم نقطة شايفين هاي الورنتي، لازم تشيلها، لازم تشيلها قبل ما ايش تحطها في مكانها. طيب عشان احطها في مكانها لازم اجهز شوية اشياء. اول شيء بجهز المراوح تبعتها، بطلعها من مكانها الكوابل تبعتها عشان روح اجمعهم مع بعض، وبرضه بنفس الوقت بدي اجمع الحاضنه اللي بتمسكها في مكانها. فباجي اول شيء على الحاضنه،
الثيرمال بيس هذا بدي اخليه على جنب، بدي اجي على الحاضنه من ورا. هاي الحاضنه بدها تيجي من ورا المعالج، يعني هاي شو بدي اسوي؟ بدي ارفع المذر بورد واحطها تحتها، هاي بدها تيجي من هون من تحت المذر بورد. فباجي هيك، شايفين كيف؟ بحط هاي هون، بدها تكون هيك الكلمه ظاهره، فبدي احطها في مكانها بدها تقعد. هلا هاي الاولى دخلت، الثانيه بسنترها لانه هي طبعا فيها طول، بفتحها زي هيك لحد ما تسنتر الزاويه الثانيه تبعتها، وبعدين بفتح الثالثه زي ما انتم شايفين زي هيك، وهي الرابعه. هيك الاربعه ركبوا في مكانهم، شايفينهم كيف ظاهرين؟ شايفين كيف ظاهرين؟ بحط المذر بورد في مكانها، وبتاكد لما احطها يكونوا الاربعه ظاهرين، شايفينهم؟ هي 1 2 3 4. هلا باجي على الهولدرات تبعتها، وبركب الهولدرات اللي هم تبعون الانتل مش تبعون الاي ام دي. طبعا تبعون الانتل اللي هم، تعالوا افرجيكم شو الفرق ما بينهم. هدول التنتين اللي بيجوا ستريت هدول للاي ام دي، هدول ما راح اركبهم، انا بدي اركب تبعون الانتل اللي بيجوا بزاويه. طبعا ما انسى انه في براغي لازم اركبها عشان تجمع الجزئين هدول في بعض. فباجي هلا هاي بدها تركب بهي الطريقه، فباجي هون شايفين كيف؟ بركب البرغي هاد، بده يركب بهذا المكان. خليني بس اتاكد، هاي بدها تركب من هون زي هيك، شايفين كيف؟ هاي بدها تركب هيك، بدي احط البرغي من هون، وهاي الهولدر بدها تكون تحت، يعني البرغي بده يركب على الهولدر من تحت، شايفين كيف؟ خليني اسنترها بس. بدي اكون متاكد انه السن راكب 100% صح عشان ما يغلبني. انا شكلي مش مسنترها صح، خليني اسنترها. ايوه هيك ركبت 100%، شايفين انها بتشد معي 100%. طبعا هيك شايفين ثبتت، وبشدها شده معقوله. باجي على البرغي الثاني بهاي الطريقه، بمسك الحماله، طبعا البراغي بدها تكون سفليه، بسنترها هون في مكانها، وبعدين بركب البرغي، شايفين كيف؟ وبثبته ضغطة خفيفة بشده. هلا عشان أكون مرتاح وأنا بركب لازم أطلع المراوح من أماكنها، فبكل بساطة المروحة كيف تطلع؟ من هون شايفين فيه 2 نوتشز، بطلع الأولى بهاي الطريقة، هاي الأولى، وهاي الثانية شايفينها كيف؟ شايفين كيف؟ بطلع الأولى وبطلع الثانية. بعد ما أطلعهم هدول بهاي الطريقة من هون، من هون هيك بطلعهم، هاي هيك طلعت المروحة، شايفين كيف؟ بحطها على جنب وبطلع المروحة الثانية. طبعا لازم اطلع المراوح عشان اقدر اشد البراغي، شايفين هالبراغي؟ طيب هاي كيف بطلعها الثانية عشان افرجيكم بالتصوير؟ طلعوا في هون ناوتشز شايفينها، بطلع الاولى زي هيك وبطلع الثانية زي هيك، شايفين كيف طلعت؟ هيك بتطلع معي بكل سهولة. هلا المرحلة هاي هون شو بسوي؟ بهاي المرحلة شو بسوي؟ بطلع الثيرمال بيس وببلش بدي احطه في مكانه. وفي نقطة كتير مهمة هلا بدي افرجيكم اياها، خليني اوقف ثواني وارجع لكم لان في نقطة لازم اكد عليها. كمل معاكم النقطة اللي انا بدي اكد عليها للكل. كل الناس بتحط نقطة واحدة على المعالج ثيرمال بيس خط او نقطة وبتقول لك هيك خلصنا. انا بدي اطور عليهم شوية واقول لهم الطريقة الافضل والافضل هذا اشي اسمه بليد. البليد بعمل طبقة بوزع الثيرمال بيس على كل مكان في المعالج، بطليه كامل، شايفين كيف؟ مع شوية هداوة طولة بال بنطلع معاي كامل. هاي افضل طريقة لوضع الثيرمال بيس، لازم اطليه كامل، ما اترك ولا مكان ما عليه ثيرمال بيس، شايفين كيف؟ طبعا الطبقة اللي انا عملتها هاي كتير ممتازة، وانا عشان هيك عم بمد فيها لانه ما بدي اياه يكون بارز، بدي اياه يكون في كل الاماكن متساوي وما يكون بارز من اي مكان، شايفين؟ هلا النقطة اللي انتم حطيتوها بالاول ممتازة ما عليها حكي، بس افضل طريقة اني اعمله بهاي الطريقة، اعمله زي هيك، اعمل طبقة كاملة من الايش؟ الثيرمال بيس. طيب هلا باجي هون على الكولر ماستر، قبل ما احطها في مكانها بهاي اللحظة بشيل اللاصق،
مهم جدا هذا اللاصق لازم تشيله، لازم تشيل هذا اللاصق. بهاي المرحله شو بسوي؟ ببلش اسنتر اول برغي. باجي شوفوا كيف بحطها بميلان، بسنتر البرغي الاول، بشده سن سنين ثلاثه، يركب سن تمام. باجي على المقابل له مباشره، باجي على المقابل له بالضبط. طبعا هدول الاسنان متحركات، فانا بدي افرجيكم هلا كيف ممكن تغير مكان البرغي. هذا البرغي بده يكون اطول مكان. طيب خلينا عشان نسنترها 100% ناخذ برغي ثاني بزاويه مختلفه. هيك انا سنترت البرغيين اللي ورا، شايفين كيف؟ هلا باجي على البراغي اللي قدام، بتاكد انه البرغي في مكانه. شايفين البرغي لسه كيف برا؟ بدي اتاكد انه في مكانه، شايفين كيف؟ واتاكد من البرغي الثاني انه في مكانه، شايفين كيف؟ بتاكد انه في مكانه، لانه هاي البراغي بتتحرك، يعني الحاضنه فيها حركه اماميه وخلفيه للبراغي. بسنتر هذا البرغي انه يركب 100% دغري. هيك بكون ركبت برغيين مقابلات لبعض. وهلا باجي على البرغي الاخير، بسنتره انه يركب في مكانه. طبعا هو هيك ما ركب، طلع برا. بدي اتاكد انه يكون راكب في مكانه. ففي عنده زي بن صغير هون، بدي ارحله لبرا، شايفين كيف؟ زي هيك بدي ارحله لبرا عشان اركبه في مكانه، شايفين كيف؟ وقتها بحط المفك وبقول له بلش ايش؟ حرك نفسك وسنتر حالك بحالك، شايفين كيف؟ هيك بعد ما ركب السن بشد براحتي. هلا طريقة الشد بشد 1 2 3 4، 1 2 3 4. هلا إذا كان مغلبك شوي، الحاضنة هاي فيها زي اكزوستنج أو طريقة تحريك للبراغي تمام، فأنا بحرك البراغي عشان تكون الأمور عندي سهلة بالشد. فبشد 1 سنين، بشد 2 سنين، بشد 3 لحد ما يسكر معي، بشد 4. لهي الحركة لما تركبها والجهاز جوا برجع 1، بتأكد انه سكر السن تماما، شايفين سكر. 2 بشده لحد ما يسكر السن تماما. برجع 3 بعديها باجي على 4. طبعا انا في كل تصوير لازم حدا يرن علي. هيك ركبت 100% بمكانها، شايفين؟ حتى بقدر ارفع المعالج، ارفع البورد كامله من قاعده المعالج، شايفين كيف؟ 100% ركبت في مكانها. هاي غبره، خليني اشيلها. وهلا بدنا نكمل معاكم بعد ما ركبنا الهيتر او الهيت سينك تبع الكولر ماستر تبع المعالج، وطلع كيف البراغي بدها تكون ستريت. يعني هلا هاي الحاضنه فيها خزئين، ففيها من هون زي جاب تقدر تاخذ البرغي لبرا او تدخله لجوا. فبدك تتاكد انه البراغي تكون معك دغريه، ما تكون مايله، لانه هذا مجهزه كاستم تشبك على اكثر من معالج او اكثر من سوكت. طيب هلا بنيجي للمروحه، طريقه تركيبها بنبعد الكوابل لبرا وبنيجي من المنطقه الخارجيه، شايفين كيف؟ تقعد هي من ورا المروحه، تقعد من ورا الرامات، شايفين كيف؟ طبعا هي ما راح تتعارض مع الرامات، بس ايش؟ ببداية التركيب ممكن بالبداية تاخذ مجال وبعديها ايش؟ شايفين كيف؟ هلا بدنا ننزلها شوي لتحت عشان تبعد عن الرامات. خليني اشوف بس اكون متاكد انها مش معارضه على الرامات، ولو عارضت برفع المروحه شوي لفوق بتكون اموري 100%. خليني بس اتاكد منها، خليكم معي ثواني. هلا شو بعمل؟ بطلع الهولدرات كلها لبرا زي ما انتم شايفين، برفعها لفوق لو حسيتها انها عارضت على الرامات. هلا بفضل انا تسحبها كامله عشان ما تطعج اشي تمام، وبجيبها بهاي الطريقه. اذا انا حسيتها رح تعارض على الرامات، يا بنقل مكان الرام او برفعها للاعلى. هلا انا هيك شايفها انها بعيده، ببلش اسنترها، شايفين؟ طلعوا لي هون من تحت في جاب، انا سبت جاب، شايفينها؟ برفع لفوق شوي عشان ما تعارضني بإشي، ما تعارض على الرامات أو على إشي. برفعها للأعلى،
قليلا. هلا فيني اخلي الرام على الاولى وفيني اخليها على الثانيه، اذا حسيت الرام راح تغلبني عادي بنقلها ما عندي مشكله، وراح يشتغل معي الجهاز وما راح يغلبني باي شيء. فهلا انتم لاحظوا الرام شوي غارضتني، شو بسوي؟ باجي بطلع الرام من هون، بفتح اللوك تبعها من هون وبرفعها بالزاويه الاولى، تمام؟ بعديها بطلع الزاويه الثانيه بعد ما الاولى تطلع، وباجي بنقلها بهاي الطريقه، او بخليها برا بركب المروحه وبعدين بركبها. بسكر الهولدر هاد، اذا هي حاسه راح تعارض علي على المروحه بسنتر المروحه زي ما بدي، تمام. وبعديها باجي على الزاويه الثانيه، اسمعوا لازم اسمعها تكت، شايفين كيف الهولدرات سكرت؟ هيك بكون متاكد انه المروحه 100% ثابته في مكانها. بخلي كوابلها. هلا باجي بركب الرام زي ما انتم شايفين، ببلش من الزاويه اليمين دائما لانه هاي كلوز، وبعدين باجي على الزاويه الشمال. طبعا بدي ادخلها من المجريين اول، بعدين اسمعوا يمين تك شمال، هيك ركبت 100%. باجي على المروحه الثانيه من هون هيك، بسلك الكوابل كلها، هاي المرابط كلها بفكها، شايفين كيف؟ عشان بعد هيك راح استخدمها بتجميع الكيبل، بس انا هلا بدي الكيبل يمشي ستريت، وبعديها راح استعمل هاي المرابط كلها، ما راح اكب ولا شيء منها لانه بدي اعمل كيبل مانجمنت للمراوح والوصلات تبعتها. بجيب المراوح، شايفين كيف الكيبل بمسكه؟ بثبتها بهاي الطريقه، وبعدين بجي ببلش اعمل اسقاط للمروحه في مكانها. طبعا بدك تسنترها بطريقه السنتر تبعتها، شوفوا هون في جلده، الجلده بدها تكون عند الزاوية من هون هيك، شايفينها كيف؟ في جلدة صغيرة هون، هاي الجلدة هي بداية السنترة تبعتها، انه هاي الجلب بدها تكون ضاغطة، شايفين كيف؟ هون الجلدة تحت البلاستيك تحت الحديد، الجلدة هي شايفينها وين؟ تحت الحديد، ومن هون الجلدة تحت الحديد، هيك بكون متأكد انه 100% ثابتة، والمراوح امورها تمام. طيب، هلا بدنا نلف بزاوية ثانية عشان تشوفوا معاي طريقة تشبيكهم. هلا بفكك كل المرابط، عندي هاي خطين الأدرسة بالار جي بي، وعندي خطين المروحة، وفي عندي جدلتين موجودين وين؟ بالاكسسوارز اللي اجت معاهم. بجيب الاكسسوارز. هلا هاي اذا انا بدي اشبك الكنترولر، انا ما بدي اشبك الكنترولر لانه في عندي كنترولر مع ايش؟ مع الكيس، فمش بحاجتها. باجي بستعمل بس تبعت المراوح اللي هي هاي، لانه انا بدي المروحتين ينشبكوا بالمكان الخاص تبعهم. باجي في عندي هون فيش رئيسي، وفي عندي فيشين فرعيات. هاي الفيش الاول للمروحه بشبكه هون زي هيك، شوفوا كيف هاي الاول تك، وهي الثاني تك. هلا هدول باجي شو بسوي؟ كل الاطوال هاي بجمعها مع بعضها، بسلكها وبدي اخذهم كلهم مع بعض، اجمعهم في مربط، شايفين كيف؟ بدي اجمعهم لانه هدول كلهم بدهم يكونوا مخبيات وين؟ تحت المراوح. فباجي زي هيك بجمع الاثنين مع بعض، باخذ الاطوال، بطعج طعجات جديده حتى لو الطعجات القديمه ما بتهمني، بجمع هدول الاثنين مع بعض وبمسك مربط وبجمعهم مع بعض، شايفين كيف؟ بجمعهم مع بعض زي هيك وبربطهم بمربط. هلا هدول التنين انا بدي اشبك هاي هون، شايفينها وين؟ بدها تنشبك هون. هلا باجي بدخل هدول التنين جوا هون تحت المروحة عشان اخلص من هاي السلاك كلها واخليها مخفية. شو بس جي بسوي؟ بدخلها هون تحت المروحة، وهاي الجدلات اللي هون بخليها هون، وهاي بدها تنشبك مباشرة هيك، شايفين وين؟ خليني امسكها بالملقط عشان تشوفوا كيف. هاي تنشبك بهذا المكان، شايفين وين؟ هيك على السي بي يو فان، شايفينها وين؟ هيها سي بي يو فان. هيك خلصنا من السلاك الأولانية. هلا السلاك الثانية هاي باجي هون كمان بضبضب بإيدي كل سلاك وين؟ بخبيها تحت القواعد، بخليها مخفية عشان برضو هذا الكيس تبعنا احنا جاي ايش؟ مضيء وكل اشي فيه مبين يعني على عينك يا تاجر، فانا هاي الاشياء كلها بدي اخليها ايش؟ مخفية.
هلا هون في فيش تبع ال 12 فولت، بطلع هدول الخطين معاه برا وبتحكم فيهم بعد هيك من برا الكيس. شوفوا هم هون لو لفيته طلعوا فيش اشي مبين، ولو في اشي مبين شو بسوي؟ بجيب الملقط بمسك هاي بدخلها هون، شايفين كيف؟ طبعا هاي المنطقة ما بتحمل لدرجة انها تخرب السلاك، فكون مطمئن. هيك المذر بورد جاهزة انها تقعد جوا الكيس. خلينا نبلش هلا بالكيس، خليكم معي ثواني احط الكيس قدامي ونبلش فيه خطوة بخطوة. نجيب المذر بورد على جنب وبعديها بنبلش بالكيس. هلا بدنا نبلش معاكم بفتح الكيس الكولر ماستر الماستر بوكس 520 زي ما انتم شايفين، عشان نحط جوات المذر بورد ونجمع جوات القطع. ضروري جدا تفتحوا بهاي الطريقه، شايفين كيف بفتح كل الهولدرات، بعدين بنيمه على الطاوله ابسايد داون، بعمل هيك شوفوا كيف بنزل معاي بكل سهوله ومش خايف انه يوقع. ليش؟ لانه بكل بساطه لسه الهولدرات ماسكه. طبعا هو هيك ابسايد داون هذا الازاز والفيس فوق، فشو بجي بسوي؟ بعمله هيك ابسايد داون وبعديها ببلش اطلع الايش الرجلين تبعونه. بشيل الرجل الاولى وما انسى الكتالوج لانه مهم جدا راح يفيدني ببعض التجميعات او بعض اماكن القطع اللي انا راح احتاج اني احطها في مكانها. برفع من الكيس بهاي الطريقه. هلا بهاي المرحلة برفع الكيس هاد، طبعا الكيس ما راح يطلع بهاي الطريقة لأنه الجهاز مش واقف بالشكل الصحيح. خلينا نوقفه بالشكل الصحيح عشان تشوفوا معاي كيف راح يتحرك الكيس وكيف راح يوقع أو كيف راح يطلع. هيك طلعنا الكيس. نقطة مهمة جدا بهذا الكيس أنا دائما بأكد عليها للكل، هذا الكيس الأزاز لازم تفك هذا البرغي، هذا البرغي لازم تفكه من هون عشان يطلع معك الأزاز. هلا النقطة المهمة جدا اللي أنا بحب أكد عليها إنه بعد ما أفكه، هذا الكيس مش من النوع اللي بزيحه وبطلع مباشرة، هذا الكيس بعد ما أفك هذا البرغ اللي هو ماسك القطعة الحديد اللي هون بضغط هيك بوش طلعوا تك، أعيد تك، شايفين هالتك تك، بعدين بطلع معي لورا وبرفع الأزاز. طبعا هذا الازاز عليه من قدام ومن ورا في جلاتين، بدي احطه جوا الكرتونه عشان احافظ عليه. هلا مرحله رقم 2 لازم افك الكفر الخلفي. في مرحله التجميع ضروري افك الكفر الخلفي عشان راح يكون في عندي كثير اشياء بدها تنشبك وتنعمل لها كيبل مانجمنت من ورا. طبعا هذا البرغي بفك وما بيطلع من مكانه، بفك وما بيطلع من مكانه. هلا هذا بسحب وسحب، شايفين كيف؟ تك، شايفين كيف بيطلع؟ هيك بيطلع معي الوجه الثاني من الكيس. طبعا ضروري جدا ما احط الوجهين مقابلات لبعض عشان ما يشخطوا بعض. هلا بخلي الكيبل زي ما هم في اماكنهم، بس بطول كيس الاكسسوارات، لانه كيس الاكسسوارات فيه اشياء مهمه جدا بالنسبه لي وراح احتاجها كلها هلا. وهاي ضروري جدا طلعها من جوا الكيس عشان ما تعمل لك مشاكل، لو خليتها وتمنع الرطوبة ما عندك مشكلة. طيب بننيم الكيس بهاي الطريقة عشان تشوفوا كل اشي جواته. لاحظوا هون هذا الكيس مجهز، شايفين هاي اماكن البراغي للبورد الفول اي تي اكس. طب انا بوردي فول اي تي اكس ولا مايكرو اي تي اكس؟ انا بوردي مايكرو اي تي اكس، فمناته هاي اماكن البراغي بهاي الطريقة ما راح تفيدني. طيب بمسك البورد زي هيك بعمل تيست. لاحظوا قديش حجم البورد، شايفينها؟ فأنا هيك بدي أنقل أماكن معينة. النقل تبعها كيف بده يصير؟ شايفين كيف؟ هاد بدي أخليه ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت. هلا هاد وهاد بدهم ينتقلوا هون وهون، أو بجيب من تحت. فهلا أنا هنول اللي هون ما بلزموني، بدي أنقلهم هون وهون. تمام؟ خليني بس أجيب زردية عشان أفكهم. او لا بيجي معاه هون بالاكسسوارات عشان تشوفوا شو بيجي مع اكسسوارات. خلينا نطلعهم كلهم عشان تعرفوهم شغله شغله. هلا اول اشي واروع اشي اللي هم الكيبل مانجمنت او الكيبل تاي المرابط، هدول الجلد برضو لهم دور، هلا راح افرجيكم اياهم شو بيعملوا. هلا هدول كل واحدة من هدول حاضنات للهاردسك 3.5 اللي بركب جنب الباور سبلاي. هاي تنتين معناته بركب له هاردسكين. طيب
هلا هدول الجلد لايش بيجوا؟ للهاردسكات ال 2.5. هلا كل اربعه بيملوا هاردسك. هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثه. طيب هدول وين بيجوا؟ طلعوا هون، هي واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، تمام؟ بقدر احط هاردسكين 2.5 بالخلف تحت المذر بورد. فهي الجلد بتركب من تحت هيك، وبعديها بركب جواها بن صغير او زي جزء صغير. هلا هم بيعجبوا فيهم زياده، بحطوا لك زياده دائما عشان يكون ما عندك اي مشاكل. هلا هدول كلهم بدي احطهم على جنب، لانه انا ما عندي ولا هارد ديسك راح يركب بهي الطريقه. فهدول كلهم بضبهم مش بحاجتهم، وبخليهم جوا الكيس، لانه هدول من حق الزبون بعد هيك حب يركب قطعه ما يضطر يرجع لك ويقول لك اعطيني القطعه تبعوني. هدول لازم يضلوا جوا الكيس او تسلمهم للزبون، لانه هدول من حقه، هدول جوا الكيس تبعه اجوا، تمام؟ هلا المرابط خليها، وهذا الكيس اللي بدنا نطلع منه البراغي. هلا شايفين هاي القطعه الحديد، هاي عباره عن هولدر او مفك لل اللهم صل على سيدنا محمد، القطع الجلد اللي فرجيتكم اياها قبل شوي، تمام؟ اللي بيرتبطوا المذر بورد. خلينا نطلع البراغي كلها عشان افهمكم فكرتها كامله. نجيب واحدة من الجلد عشان نشرح لكم عليها. هلا شايفين البراغي الطويلة زي هيك، لما انا احط الجلدة هذا البرغي بركب بالهاردسك وبقعد جوا الجلدة، شايفين كيف؟ زي هيك. فهدول لتثبيت الهاردسكات ال 2.5. هلا هدول كل الصغار انا ما بلزموني، اللي بلزمني هدول اللي هم البراغي اللي بقاعدة والهولدر، الباقيين كلهم بدي احطهم بكيس اضبهم مش بحاجتهم. هلا انا بدي اشوف لي كيس من الاكياس واضب فيه كل اللي انا مش بحاجه له. هاي بدنا اياها، وهدول بدنا نحطهم هون ما لهم داعي. هلا نضبهم ونعطيهم للزبون، لانه هدول تابعين للجلد، شايفين كيف؟ طيب هلا هدول هيك كلهم بنضبهم، وهدول مش راح نحتاجهم كلهم، راح نحتاج جزء منهم. طيب النقطه المهمه هاي، هاي بتمسك مباشره هون، شايفين كيف؟ وبالمفك بقدر افك زي هيك، وبجيبها بحطها بالمكان الجديد وبركبها. فهي بدل ما يكون عندي ألن بفك وبركب بالمفك، شايفين كيف تحركت؟ بجي على هاي من هون بفكها بزاوية، وباجي بركبها في مكانها، شايفين كيف تقعد هون؟ بعدين بركبها هون في مكانها. طبعا ممكن شوي يكون التصوير مش واضح لانه ايدي كتير شغالة في المنطقة، خليني اكون حاول اكون معاكم واضح، بس هذا الشيء يعني منطقي اللي انا عم بعمله. شايفين كيف هيك صار عندي 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6، هدول بدهم يمسكوا المذر بورد اللي هي بالحجم تبعي. طيب قبل ما اركب البورد في مكانها، انا حكيت انه في قطعة كتير مهمة جوا الكرتونة تبعت المذر بورد، اللي هي بتثبت الانترفيس تبعت المذر بورد، يعني المخارج اللي هي هاي، شايفينها؟ هاي بفتحها، الكيس بيجي من هون مفتوح كامل، كيس بيجي من هذا المكان، شايفين ايدي؟ هي هي مفتوح كامل. فلازم اركب هاي عشان من هون، عشان ما يكون مفتوح الا الاماكن اللي خاصة بالمخارج. فبحط ايدي بزاوية من الزوايا، بلش اضغط فيها، واحد اثنين، بلش اسنتر فيها يمين يسار لحد ما تركب كاملة. طبعا هي شوي بتكون حشرة عشان ما تتحرك بسهولة، شايفين كيف؟ تك 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 تمسك كلها في مكانها. شايفين من هون كيف صارت في الشكل؟ شايفين كيف؟ هلأ بهاي المرحلة بعمل اسقاط للمذر بورد. باجي على المذر بورد بجيبها زي هيك، باعدها في مكانها، وبسنتر المخارج، شايفين كيف بسنتر المخارج؟ طلعوا من هون عند المخارج، شايفين كيف؟ هلا باجي من فوق، شايفين كيف؟ هلا بعد ما سنترها هذا البرغي بالذات، هذا البرغي بالذات طلعوا راح يعمل لوك، لانه زي في بروز. فانا لما احط البورد واضغط من هذا المكان خلص ثبتت هيك، كل براغي سنترت اماكنها. فببلش اركب البراغي، انا بدي اركب ست براغي هلا يمسكوا المذر بورد. باجي على البرغي الاول، بسنتر البرغي الاول اللي هو هذا، ليش؟ لانه هذا البرغي
في بروز بدخل جوا المذر بورد. فببلش بهاي الطريقة، بسنتر البرغي زي هيك وبركبه أول برغي. شدة خفيفة جدا، ما بدي أشد كتير. بعديها باجي على اللي وراء، بعديها باجي على التنين اللي وراء. أنا شفتوا ليش أنا قلت لكم بنثبت القاعدة قبل ما نحطها بالكيس؟ مش لأنه ما بقدر، لأنه أصلا الكيس هذا مفتوح من وراء، فبقدر بكل سهولة أبدل وأسوي اللي بدي إياه من غير ما أطلع المذر بورد من مكانها. بس أسهل لإلي بكل بساطة إني أسوي هذا الحكي والمذر بورد برا. هلا طبعا ما أنسى البرغيين اللي بالزوايا العلوية، اللي بالزوايا العلوية ما أنساهم. في برغيين هون لازم نركبهم التنين. تعال التصوير من هون، هي أسنتر دغري عشان أشده بعد هيك، لأنه مش مسنتر دغري، عشان إذا مش مسنتر دغري راح يغلبني وراح يركب سن غلط. وبعديها باجي على آخر برغي بثبت المذر بورد في مكانها. هيك المذر بورد ثابتة في مكانها. طيب هاي المرحلة شو بسوي؟ الأدريسابل ار جي بي شايفينهم هدول، يا ما بطلعهم من الزاوية اليمين يا بطلعهم من الزاوية الشمال. شايفين كيف؟ هلا الأقرب للكنترولر الزاوية الشمال، وأوريدي لما أطلعهم من هاي المنطقة أنا رح تكون الأمور عندي تمام. ليش؟ لأنه رح يكونوا مخفيات، وبطلع هدول من هاي الزاوية. هلا بهاي المرحلة شو بسوي؟ بوقف الكيس، لأن رح أشتغل شوي من قدام وشوي من ورا. شايفين كيف من هون بجيبهم؟ هاي جبت التنين زي هيك. هلا هذا الكنترولر تبع الأدرسة بالار جي بي، وهي في مكان فاضي شايفينه؟ هلا في مكان للمروحة وفي مكان، طلعوا خليني اشرح لكم اياها. هذا الكنترولر في عندي فيش مروحة فيش أدرسة بالار جي بي، فيش أدرسة بالار جي بي وهذا السويتش، تمام؟ فهذول التنتين شو بجي بسوي فيهم؟ باجي أول إشي على القطعة اللي حكينا عنها اللي بتجمعهم في بعض، هاي تنسوهاش، شايفين هالقطعة هاي؟ باجي بجمع المروحة الأولى بالثانية، بجمع المروحة الأولى بالثانية، يعني بشيل هذا الكفر وبجمعه بالثانية هيك في بعض، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ أو بجمعهم بالعكس لأنه أنا بدي هاي تكون قريبة هون، فبجمع هاي بهاي، فبشيل الكفر من هون بخلي القصيرة هيك، وبجمع البن الميل هيك لأنه هناك عندنا ميل، فهاي بدها تركب هون ميل في ميل، شايفينها كيف؟ وباجي على اللوك الهولدر هذا بركبه بهاي الطريقة هون، اسمعوا تك، راح يمسكها في مكانها عشان ما تتحرك ولا يصير عليها أي فقد. هلا هدول التنين هيك صاروا قطعة واحدة، وبشبكهم مباشرة وين؟ هون هيك. طبعا السهم بيحكي لك إنه في عندك هون بنين وهون في بن فاضي، فبشبكها مباشرة بهذا المكان يمين شمال، لأنه هذا المكان شوي حشر عشان ما يكون في عندك فراغ. خليني بس أتأكد منه زي هيك يمين شمال، هي هيك راكبة 100%؟ لا خليني أتأكد منها، لازم تدخل تماما لأنه هاي مشكلة إنه بناتها شوي رفيعة فبتغلب شوية. خليني أتأكد منها. هلا لو ما ركبت من هاي الزاوية ممكن أركبها من الزاوية الثانية، بس أنا بديش إياها تكون بعيدة. هلا ممكن بكل بساطة أشيل هاي من هون وأنقلها هون وأخذ الفيش القريب، إنه هاي واحدة من المراوح الأمامية، وأخذ الفيش القريب عشان تكون قريبة من عندي وما تغلبني. شايفين كيف؟ ركبت 100%. هلا عشان هاي ما تتحرك من مكانها شو ممكن أسوي؟ وأنا بجمع بالكوابل أربطها بمربط مع بعض، هدول التنتين مع بعض عشان ما يتحرك نهائيا. فشو بيجي بسوي؟ واحد من المرابط الخفيفة اللي زي هيك، خليني ألف الجهاز كامل عشان الإنارة. شوفوا كيف؟ هلا هاي عشان ما تطلع معي لورا شو بسوي؟ باجي بربط سلك بين هاي وبين هاي، شايفينها كيف؟ بخلي المروحة تمنع انه الفيش يطلع من مكانه عن طريق المربط الصغير هذا اللي انتم شايفينه. هلا بهاي الحالة انا هيك جمعت الخطين في بعض، لو اجت هاي بدها تطلع السلك الثاني بمسكها، وهدول اللي انا شايفهم هون بتركهم هون براحتهم. اوريدي في عندي كيبل تاي ممكن اثبت من هون بكل بساطة لهدول، بس هدول ما بثبتهم هلا، بثبتهم متى؟ لما امدد الخطوط كاملة. طيب هلا بدنا نبلش بايش؟ تمديد الخطوط تبعون المذر بورد.
فبطلع الخطوط هاي كاملة من هون زي ما انتم شايفين، وبنفس الوقت بنفس اللحظة بدي افتح الباور سبلاي واحط الباور سبلاي في مكانه. فبجيب الباور سبلاي زي ما انتم شايفين هيك، بشيل كيبل الباور هذا بحطه على جنب ما له داعي هلا، بجيب الباور سبلاي بطلعه من مكانه. اطلع يا حلو اطلع. لسه لهلا ما حطيت لايك يا زلمه، الله يسامحك والله لايك ببلاش، يعني فيد واستفيد. نطلع الباور سبلاي، بنحط اغراضه بكرتونته، بنقولها ارجعي مكاني. هلا الباور سبلاي لاحظوا في مروحه، لاحظوا في تحت فتحات، فالمروحه بدها تكون باتجاه تحت مش باتجاه فوق، ما بديها تكون محشوره هون، بديها تكون باتجاه تحت. طيب شو بسوي؟ باجي بفك الكوابل هاي كلها زي هيك، تمام، وبطلع الكوابل لبرا وبقعد الباور سبلاي في مكانه، لانه هاي الكوابل كلها بدها تتمدد هلا جوا الجهاز. بدخله بهاي الطريقه زي هيك من هون. طبعا الحلو في الموضوع انه في ربر تحته بخليه ثابت، في ربر بخليه ثابت، بدي اقعده على الربرات تبعونه، بسنتر اماكن البراغي، بعديها بركب البراغي الاربعه اللي بثبتوا الباور سبلاي. طبعا الباور سبلاي بتثبت بالطريقه هاي، خليني الف عشان الاناره، خليكم معي. هلا بنثبت اول برغي، شايفين كيف؟ بمسك هاي زي هون هيك او من جوا، بسنتر اول برغي هيو زي هيك، بشده شده خفيفه، بخليه لحد ما اركب الباقيين. بركب الثاني هون الزاويه السفليه. طبعا انت بدك تركبه يمين المروحه فوق بدك اياها، بدك المروحه تحت زي ما بدك، كله بركب. لاحظوا في عندي اماكن فاضيه واماكن عكسيه، عشان شو ما حبيت تركبه باي زاويه حبيت تركبه يركب معك بكل سهوله. يعني حبيت تركبه بهذا الاتجاه، حبيت تركبه الاتجاه العكسي، بركب 100%. بس افضل شيء تخلي لوب الهواء تبع الباور سبلاي ملوش علاقه بلوب الجهاز نفسه، عشان ما يصير عندك اي مشاكل بعد هيك. هلا ضل بس نشد البراغي، نسنتره زي ما انتم شايفين زي هيك، نبلش نشد البراغي. بس البراغي بتعرف تبعون الكيس تبعون الباور سبلاي بيكون شوي شديدين زي هيك. هلا اول اثنين شديناهم، بنشد الثالث، بنشد الرابع، هيك الباور سبلاي قاعد في مكانه، وهي الكبسه تبعته بنخليها اوف لحد ما نخلص كل الشغل. طيب هلا احنا ايش بدنا من الباور سبلاي؟ بدنا منه الخطوط الاساسيه زي الخط تبع البورد، لانه احنا عندنا هون راح نحتاج بس اشياء بسيطه، لانه الباقي كله راح يكون ايش؟ راح يكون مدمج. فانا بدي من هون اسلك هدول، بدي هذا الخط اللي هو خط الجرافيك كارد، بدي اسلكه من هون هيك، شايفينه هذا الخط اللي مكتوب عليه بي سي اي اي، شايفينه هذا الخط بدي اياه، بدي اسلكه من كل سلاك، وبدي خط 12 تبع البورد، تمام. هلا الباقيين هدلاكه خليهم. باجي هاد اول شيء اللي هو مقابل الباور سبلاي، بدخله من هون او من هون زي ما بدي عشان يكون قريب. بعد ما ادخله من هون، هلا راح افرجيكم كيف راح نشبكه. هذا تبع السي بي يو، باجي بدخله من هون، هذا المكان تبعه، شايفينه كيف؟ هلا راح افرجيكم كيف بده ينشبك من الجهه الثانيه، تمام. هلا المروحه تبعت الكيس في مكانين ممكن اشبكها فيهم، يا بشبكها مباشره على المذر بورد او بشبكها، خليني الف لكم الكيس على الاناره. هلا هاي ما فيها ادرسه بالار جي بي، يعني هاي مروحه فقط، فممكن اشبكها مباشره وين؟ هون، خليني افرجيكم اياها على التصوير كيف تنشبك. هاي المروحه هي مكانها، هيها كيس فان، شايفينها وين؟ هيها. فبمسك الفيش تبعها وبشبكه في هذا المكان. خليني افرجيكم كيف راح يصير هذا الحكي. بمسكها بهاي الطريقة زي ما انتم شايفين زي هيك، تمام، وبقلب الفيش لأنه الفيش جاي عكسي، بسنتره هيك، وبعديها بمسكه بقعده في مكانه. بس أشوف كيف،
شايفين كيف بس اسنتر البن الثاني، شايفين كيف بس اسنتره في مكانه، بعدين شو بسوي؟ بكبسه تك. هلا هذا السلك اوريدي مربوط، ما عندي مشكله فيه. هيك المروحه الخلفيه صارت مشبوكه، والمراوح الاماميه هلا بفرجيكم كيف راح تنشغل. هلا باجي على ال 12 بن، خلينا نبلش بهذا هون، شايفين هذا اللي هون الحشر، شو بجي بسوي فيه؟ بسلك الفيش زي هيك، بسحبه شوي وبقلبه. طلعوا في هون نوتشز، هاي النوتشز إلها زي فيشه هون بالها، خليني بس اقلبها عشان تشوفوا كيف اسلكها، افرجيكم كيف راح تكون بالتصوير. شايفين كيف هاي بدها تركب هون في هذا المكان، خليني اسلكها مظبوط عشان تكون ايش واضحه. فباجي هون هيك بقلبها ابسايد داون، شايفين كيف، وبسنترها في مكانها وبقولها تفضلي اقعدي في مكانك. هلا طبعا وانا بسنتر فيها برجع الفيش شوي لزياده، اسمعوا تك هيك ال 12 فولت تبعون المعالج ركبوا 100% في مكانه. هلا من ورا اي شيء زياده بسحبه، لاحظوا هون حتى سلاك هاي تبعون المراوح مش كتير ظهرات من هون، لانه اصلا الكيس كله اسود. هلا باجي على خط ال 24 اللي هم الباور تبع المعالج، طلعوا نوتشز وين؟ طلعوا هاي هون وين؟ فبقلب هاي هيك ابسايد داون، لاحظوا طلع بدي اقلبها كامله واطعجها قبل ما احطها في مكانها، طلعوا بدي اطعجها طعجه كامله عشان تكون ايش واضحه، واعدها على البورد عشان السلك هذا ما بدي اياه ايش يكون يسوي، يعمل ضغط على البورد وهو قاعد. فبعمل بريح السلك كامل تماما الطعجه تبعته، بعديها بكبسه في مكانه، باجي زي هيك، طبعا بحط ايدي تحت المذر بورد وبعدين بكبس ليفت رايت ليفت رايت لحد ما يشبك كامل. هيك ال 24 بن تبعون الباور سبلاي تبعون المذر بورد راكبين 100%. طيب هيك ركبنا للبورد الكهرباء الخاصه تبعتها. طيب شو في كمان كهرباء بدنا نطلع من هون؟ كهرباء لكرت الشاشه. هلا بهاي المرحله هون بنقعد كرت الشاشه في مكانه لانه خلاص ما في له داعي يضل برا، عشان نمدد خطوطه ونتاكد انه كل اموره 100%. طبعا الكرت تبعنا اللي هو الاسوس ار تي اكس 4060 دول، تمام، بنطلع زي هيك من الكرتونه وبنجيب الكرت من هون هيك، بنطلعه من مكانه، نرجع الكرتونه، نفتح اللوك تبعها. نقطه كثير مهمه لازم اكدها للكل، هلا كل شيء ليبلات موجوده على كرت الشاشه لازم تنشال تماما. بنبلش انا اللي بحب اسويها هاي بالعاده، يجي هون على الزاويه الاولى بنقول لها اطلع يا جلاتينه زي هيك، اطلع يا حلوه، اسمعوا هاي اول جلاتينه. يجي من هون في عندنا هون جلاتينه شايفينها، يجي بالملقط هيك عشان ما نتغلبش فيها، بس ما بدنا نشخط الكرت، شايفين بنشيل جلاتينه بهاي الطريقه، بنشيل الطرف الثاني اللي من هاي الجهه، شايفين بنشيل التغليف كامل تبع الكرت، طلعوا من هون ولا جلاتينه بدنا نخلي على الكرت، هذا كامل بده ينشال لانه هذا كله مع الحراره بدل ما يكون ببرد بصير يثبت بزياده وبصير يعمل لنا مشاكل. كل هذا التغليف بدنا نقول له ايش؟ باي باي يا حلو. طيب شو في كمان؟ في على المروحه نفسها، شايفينها المروحه نفسها في جلاتين بدنا نقول له باي باي. المروحه الثانيه في جلاتين نقول له ايش؟ باي باي. طيب ضل الجلاتين هيك، شلنا الوجه شلنا الظهر، ما ضل غير بروتكشن تبعت الكونكشن والجلاتين اللي هون. طبعا هذا الجلاتين بدك تكون عارف انه انت بدك تشيله كمان، يعني هذا كمان ما بدك تسيبه. طيب نقطه كثير مهمه هون، شو محطوط؟ برفورمانس بي يعني برفورمانس مود، وهون كيو يعني كيو مود، يعني هيك راح يكون الكرت هذه هيك راح يعطيك الكرت افضل اداء له، فانت بدك تخليها على افضل اداء زي ما اجى من الشركه الصانعه. طيب هلا هذا الكرت بدي اشوف هون سنتره شو راح ياخذ؟ راح ياخذ اول تنتين، فبفك اول تنتين من هذا المكان اللي هم الحاضنات او المخارج تبعون كرت الشاشه. فك البرغي الاول، فك البرغي الثاني، ومباشرة بعديها شو بنعمل؟ بنطلع، طلعوا الطريقة، اصبع جوا اصبع برا، بطلعها اصبع جوا اصبع برا،
شايفين كيف بطلع الحاضنات. بعديها بجيب الكرت بقول له يا كرت بتأكد من نقطتين مهمات، بدي أسنتر الفيش تحت وبدي أسنتر المخارج. باجي بمسكه بهاي الطريقة من هون هيك، بحط إصبعي هون قباله من برا تمام، وببلش أسنتر الفيش. بس النقطة المهمة اللي أنا أكدت عليها بدك ما تنساها، هاي بدك تشيلها مباشرة في لحظة التركيب. هاي شو بدك تسوي؟ بدك تشيلها مباشرة في لحظة إيش؟ تركيب. نيجي بنسنتره زي هيك في مكانه، نتأكد إنه الفيش 100% بمكانه تحت تمام، وبعديها بنضغط ضغطة خفيفة جدا يمين يسار أمامي. طلعوا اسمعوا تك، سمعتوا التك؟ هذه التك اللي هي اللوك الخلفي، عمل لوك على كرت الشاشة. هلا مباشرة شو بنسوي؟ بنركب البرغيين اللي بيثبتوا، البرغ الأول زي ما انتم شايفين زي هيك، ما بنشده الا بنركب البرغ الثاني، وضروري يركبوا الاثنين براغي خشنة قوية مش براغي ناعمة. ضروري يركبوا الاثنين براغي خشنة قوية. هلا قبل ما اشدهم شو بسوي؟ طلعوا هون باجي بتأكد المخارج هل هي سهلة ولا صعبة يتركب فيها فيش. بتأكد طلعوا في حركة شايفينها؟ بخليه لتحت وبعدين ببلش اشد. هاي الأول شديته، هاي الثانية. طبعا ليش بحط نفس البراغي اللي كانت موجودة؟ لأنها من النوع اللي بيعمل لوك أوتوماتيكيا، بيعمل لوك أوتوماتيكيا وهو قاعد عم بشد. طيب هلا بعد ما ركبنا القطع تبعت الجهاز، ضل نشبك الكهرباء هون ونعمل كيبل مانجمنت من ورا وتكون أمورنا إن شاء الله 100%. طيب شو ضل بدنا؟ ضل بدنا كهرباء لكرت الشاشة، وإحنا حكينا بدنا كهرباء كرت الشاشة. من وين تيجي؟ من إيه هتيجي؟ من هون. شايفين كيف بنسلكها زي هيك وبنطلع هذا الفيش برا، هذا الفيش اللي احنا بدنا نشتغل عليه. شايفين كيف نرجع بننيم الكيس زي ما كان. طبعا انا لسه ما شبكت ولا اشي من المذر بورد، الاي او تبعون المذر بورد. هلا هذه في هون نقطة مهمة انا بحب اكدها للكل، هذا بده يركب هيك، بس اني اشبك هاي ولا هاي؟ هلا هاي الماستر، هاي سليف، دائما اشبك الماستر. طب عشان اشبكها وما اتغلب برجع هاي لورا، برجعها لورا زي هيك، بجيب كيبل تاي بربطها في مكانها لانه انا مش بحاجتها، خليها تختفي بالخلف تمام. وباجي بقص الكيبل تاي بالمشرط بالقطاعة زي ما بدك، والمقص افضل او القطاعة افضل وافضل تمام. هلا باجي شو بسوي؟ برضه بسوي نفس ما سويت قبل شوي، بريح الفيش. هذا الفيش بدي اعمله هيك، طلعوا النوتشز هون شايفين هالنوتشز وين؟ فباجي شو بسوي بالكيبل هاد؟ بطعجه هيك كامل بخليه يكون مرتاح، وبعديها بجيبه هيك مباشره وبسنتره في مكانه وبشبكه. اسمعوا تك. هلا هذه الزياده كلها ما بتلزمني هون، بترجعها ورا وبربط الكيبل، ما في له داعي للزياده هاي تبعته. هذا هيك اللي من ورا هون بطلعه كامل هيك بخليه، ما في داعي للزيادة هاي كلها. هلا هاي الزيادة كلها بدخلها هون ورا، ما بتلزمني، بخليها ورا تمام. طيب نيجي هون للكيبل مانجمنت اللي من هاي الجهة، خلينا نلف على اتجاه الضوء عشان يكون اوضح لنا وإلكم بالتصوير شو ممكن نسوي بهاي الاشياء، ونجيب المرابط عشان راح نربط مجموعة من الاشياء تمام. نيجي هون شو في اشي انشبك وشو في اشي ما انشبك. هدول الاي او الاماميات، هاي الفرونت اوديو، هاي بدها تنشبك من هذا المكان، ندخلها هون تمام. شو في اشي كمان؟ في عندي هدول اللي هم ايش؟ الفرونت الباور بوتون والباور ليد والهاردسك ليد، بدهم يدخلوا من هذا المكان تمام. تمام نيجي هون ايش في عندنا هون؟ ادرسها بالار جي بي، وين مجهزه هاي تنشبك؟ على المذر بورد، اذا المذر بورد فيها ادرسه بالار جي بي. طبعا احنا ما عندنا ادرسه بالار جي بي في المذر بورد، شو بنسوي؟ ما بنشبكها، وهي تنشبك على واحده من الفيش عشان تعطي انديكيشن. لاحظوا هون، هون وين رايحين هدول؟ هدول رايحين يشبكوا هون، عشان هاي مين يتحكم فيها؟ الجهاز نفسه. طيب عشان اوضحها مره ثانيه، لاحظوا هون في عندي ثلاث فيش، هدول الثلاث فيش تخصصهم يتحكموا بالكنترولر هاد. الاولى بتعطي باور
عشان المراوح تاخذ باور. فانا ممكن اعطي 5 فولت من هون واتحكم بالاناره من الكبسه هاي. تمام. طيب في حال انا بدي الضغط ما يكون على المذر بورد، طيب اذا انا بدي المراوح كلها تتحكم فيها المذر بورد تعطيني انديكيشن انه المذر بورد شو السرعه، ممكن اشبك هاي على وحده من مراوح الكيس عشان تعطيني انديكيشن. الكيس عندنا سوري المذر بورد، هاي المذر بورد عندنا ما فيها فيش لهاي. هلا هاي عشان ما احنا راح نستعملها شو بنسوي؟ بنسكرها. في هون كفر ربر، خليني اشوفه، بنسكرها مع بعض. في كفر ربر، تمام. خليكم معي ثواني بدي ارجع لكم. هلا زي ما انتم شفتوا في عندنا هاي الجلده اللي كانت هون، هذا ما في له اي شيء، عشان ما يصير عندنا اي مشاكل لا سمح الله شو بنسوي؟ نعمل له هاي سيل، وهذا السلك ما في له اي استخدام. شو بنسوي؟ بنقعده جوا بنقول له ما إلك دخل. طبعا بيقعدوا في مكان ما يكون ظاهر من الجهه الثانيه. طيب عشان ما يكون عندنا ضغط على الاضويه نشبك وحده من الساتا هون. خلينا ناخذ وحده نهايه، لانه اصلا ما عندنا شبك شيء ساتا غير الكيبل هاد، شايفينه؟ طبعا نتاكد انه الفيشه تكون شكل صحيح. نجيب هذول الكوابل كلهم نقول لهم اقعدوا جوا ما الكو داعي. هلا بندخلهم هون في المكان هذا، طبعا ما بندخلهم مكان هارد ديسك لانه ممكن لقدام تحتاج انك تركب هارد ديسك، فما في داعي انها تكون الكوابل هاي كلها في مكان الهارد ديسك. ندخلها كلها بهذا المكان. تمام؟ شو ضل عندنا؟ ضل عندنا فيش واحد. هذا رح نشبكه على المذر بورد مباشرة، ليش؟ مش لأنه بده ياخذ كهرباء من المذر بورد، لأنه بده يعطينا انديكيشن انه المروحة بتدور وقديش سرعتها. وما ننسى كيبل اليو اس بي 3.2، هذا بده يدخل من هذا المكان لأنه بده ينشبك من هذا المكان. هلا كيبل اليو اس بي تايب سي ما له شغل لأنه هاي المذر بورد ما فيها شغل له، بنرجعه هون. طيب هلا بهي الحالة شو بنسوي؟ بنلف الجهاز كامل عشان نفرجيكم ايش راح ينشبك ووين راح ينشبك. نيجي على الفيش تبع ال 3 اليو اس بي 3.2. خلينا ننيم الكيس هيك راح يكون اوضح لكم. تمام؟ نيجي على هذا الفيش، لاحظوا في هون نوتشز وفي هون نوتشز. فهاي بدها تركب هيك. فبنطعج هاي هيك بهي الطريقة، بنعيدها بهذا المكان. شايفين كيف؟ يمين شمال يمين شمال لتركب كاملة، عاملة تك. هذه اليو اس بي الأمامية لـ 3.2، تمام؟ أنا ممكن أجيب مربط صغير أجمع هدول التنتين من هون، بس أنا لا أفضل نجمعهم من وراء أفضل. طيب نيجي كمان إيش في عندنا هون أشياء ممكن تنشبك. في عندي هون خليني أشوف إذا في مكان للمروحة الفرونت ما فان، إذا في بشبك، إذا ما في مش مضطر. هلا هدول فرونت أوديو، هلا الفرونت أوديو هيها شايفينها؟ هلا هاي بتنشبك بطريقة معينة. طلعوا هون في بن فاضي، شايفين هون؟ في بن فاضي، وتحت على المذر بورد هون هون في بن فاضي، فهي ما بتركب الا باتجاه واحد اللي هي راح تركب بهذا الاتجاه هيك. شايفين كيف؟ زي هيك بتركب، سنترها من اول بن بنركبها ليفت رايت بتركب في مكانها، بعدين نطعج هذا كامل لتحت عشان هذه الاطوال كلها بدنا اياها وين؟ برا. تمام؟ هلا بنيجي للفرونت بانل. الفرونت بانل هاي بدنا نشبكها بهاي الطريقة. في عنا هون كل اثنين مكتوب عليهم اشي، وهون على البورد قرب عليها فوكس، شايفين كل اشي مكتوب عليه. فانا شو بسوي؟ بشبك كل وحدة حسب شو مشبوك عليه مضوي عليها. فشو بعمل؟ باجي هون هاي اللي هي الهارد ديسك ليد. هارد ديسك ليد وين موجود؟ اللي هو الاولاني والبلس هون، يعني انا بلفها هيك، فهذا بنشبك هيك على اول سنين. باجي على الباور ليد والبلاس دائما برا خارجي، فباجي بشبك هاي هون هيك. هلا انا بشبك اول شيء الفردانيات اول شيء، بعدين بشبك المجموعات لانه عشان ما يغلبوني. الفردانيات اول شيء بشبكهم اللي هم هيك باور ليد، وبعديها الهارد ديسك ليد هون ورا يركب هيك ابسايد داون. لا ممكن ما يكون واضح كثير معاكم، بس خليني ثواني اتاكد. انا راح اشبكهم وافرجيكم اياهم هلا واحده واحده كيف بنشبكوا، بس خليني ثواني اكون شايفهم لاني مع التصوير
يمكن ما يكون واضح 100%. هلا هي شبكه اول مجموعتين اللي هم الباور ليد والهاردس كليب. هلا لاحظوا هون محطوط لك ريست وباور والباور بوتون اللي وراها. هلا الباور بوتون ما لها اتجاه، لا عندها موجب ولا سالب، فبنشبكها بهاي الطريقه هيك. انا شبكت ثلاث فيش، بتاكد انهم قاعدين 100%، باكد عليهم، شايفين كيف بتاكد انهم قاعدين 100%، وبرجع الكيبل اللي ضل برا كله. طيب ايش ضل في شيء بده ينشبك؟ اذا كان في عندي يو اس بي 2 اماميه بتنشبك بهذا المكان، الساتا بنشبكه بهذا المكان، تمام. خليني دقيقه بس اتاكد انه اذا في مكان للفان هاي على البورد او لا، اذا في لها عشان نشبكها، زي ما لها مش مضطرين، تمام. خليكم تابعين معي. شايفين زي ما انتم شايفين هيك، خلينا نمشي شوي شوي مع الجهاز. ال 12 فولت مشبوكه، تمام، هيها ال 24 مشبوكه، هيها اليو اس بي 3.2 مشبوكه، هيها في عندنا ال 12 فولت تبعون كرت الشاشه، هيها وعندنا الفرونت بانل، هيهم وعندنا الفرونت اوديو، هيهم شايفينهم. هلا ما ضل شيء بالكيس بحاجه اني اشبكه، لانه هذا الكيس فيه 3.2 اماميه وما في يو اس بي 2، في 3.2، تمام. والمذر بورد ما فيها تايب سي، والكيس ما فيه غير تايب سي و 3.2. طبعا 3.2 تغني عن اي شيء قبلها، وزي ما انتم شفتوا من هون ال 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 الفيش تبع المروحه تبعت السي بي وهي مشبوك، والاثنين تبعون الار جي بي هيهم طالعين برا زي ما انتم شايفين. هلا ضل علينا نقلب الكيس ونعمل كيبل مانجمنت من الخلف، تمام. طبعا النقطة اللي أنا حكيت عنها قبل شوي، هل في لها داعي وما لها داعي، اللي هي الفيشة هاي، الفيشة هاي اللي حكينا نشبكها على البورد، طبعا ما لها داعي. طبعا هاي الحفشنتكات كلها اللي أنت شايفينها هون، هاي هلا بدنا نثبتها ونعملها كيبل مانجمنت. فبنيجي أول شيء على هاد اللي هو خط ال 12، هذا أول فيش بدنا نثبته. نيجي بهاي الطريقة زي هيك، بنطلع المربط بنجيبه هيك. تعال يا مربط، يا مربط، يا مربطنا، تعال زي هيك. بنثبته من هون وبنشده شدة خفيفة من عند البورد عشان ما يكون شادد على البورد، تمام. وبعديها بنقص لزيادة، بعديها بنيجي على المربط رقم 2، بنثبته مربطين، يعني هاي شايفين واحدة فوق وواحدة تحت. هلا هاي كلها هون خلصنا منها، هلا بنثبتها كلها. هدول اللي هم الفرونت اوديو وهدول الفرونت كونكشن تانيين، بنجيبهم من هون هيك، بنثبتهم الثلاثة مع بعض. بدنا نثبت من هون بصير، بدنا نثبت من هناك بصير، انا بفضل اثبتهم الثلاثة مع بعض، ما عندي اي مشكلة. بشدهم وبثبتهم الثلاثة مع بعض عشان ما اكون عامل عجقة بالكوابل. فباجي بثبت هذا هيك لتحت، وباجي على هدول هيك بثبتهم، باجي على هدول هيك بثبتهم زي ما انتم شايفين. طبعا ما بشد الا ما اتاكد انه من قدام واضح وثابت وما في اي اطوال زيادة. اطوال الزيادة كلها شو بسوي؟ بخفيها بالخلف. فهيك انا بتاكد انهم امورهم 100%. هلا ببلش اشد المربط عليهم عشان اثبتهم، وهذا الزياده كله شو بسوي؟ ببلش اخفيه شوي شوي. هلا فيش عندنا غير فيش واحد من هون، باجي شو بسوي؟ بجمع الكوابل هدول مع بعض، هدول الاثنين بدي اثبتهم بهذا المكان، اللي هم كيبل الباور الاساسي وكيبل اليو اس بي 3 زائد الكوابل الثانيه اللي ما لها داعي، بجمعهم زي هيك، بخفي هاي الكوابل كلها، شايفينها كيف كلها هاي؟ بجيبها كلها هيك، بجمعها بالمربط عشان اخفيها كلها، شايفين كيف؟ هذا بسموه الكيبل مانجمنت. خلص هيك انا ثبتت هاد، ثبتت هاد، ثبتت هاد. هلا ببلش اجمع، شايفين هون صار في عندي زي مجموعات او زوايا، هاي الزوايا كلها بخفيها. وهذا الفيش اذا كان ما له استخدام ممكن ادخله من هون عكسي واخليه مخفي بهذا المكان اللي هو كيبل يو اس بي تايب سي الامامي، عشان يكون عندي هون مجموعات زي ما انتم شايفين زي هيك. بس بحاول اسلكهم من بعض، ما بدي اياهم يكونوا جوا بعض، يعني هذا بدي اجيبه هيك يو اس بي تايب سي
أغرقه من هون عشان يعمل طعجة زي أخوه، شايفين كيف؟ بعد هيك بثبته من هون برضو، وهون بعمل طعجتين لهدول، وهيك بجيب هذا كمان ما إله داعي، أي إشي ما إله داعي ما بخليه تحت عند الهاردسكات، بدخله من هون عشان أجمع كل الكوابل اللي ما إلها داعي، شايفين؟ هذا ما إله داعي، بدخله من هون بعكسه. هاي الكوابل كلها دائما بتتجمع في هذا المكان، ما ضل عندي غير سلك واحد اللي هو مشبوك مع الباور، وبدخله لتحت من هون هيك، بجمعهم بمربط رقم 2، شايفين كيف؟ بجيب هذه هيك كلها لورا، بجيب المربط الأول، بعدين بجيب المربط الثاني، في عندي هون مكان كمان للتربيط، بجي بجمع هذا الحكي كله مع بعضه، مربط رقم 2. هلا بتشوفوا انتوا بالأول بتشوفوها معجوقة، بس بعد هيك بتشوفوها ايش كيف عم تترتب شوي شوي. بجيب هذا لتحت بسحله، شايفين كيف؟ هلا ببلش اشد التحتاني لانه هو اللي رح يجبد اول شيء، وبعديها بشد الفوقاني. هلا ما يغركم انه هون في بروز، هذا البروز كله بيختفي وين؟ تحت الكفر. بعديها بنشد هدول هيك، ما في داعي للزياده هاي كلها. بعديها ضل عندي كيبل واحد هون، بدي اثبت هاي الكوابل، شايفين كيف؟ زي هيك، اريحها شوي زي هيك عشان ارفعها لفوق، واجيبها مع المربط هاد، شايفين؟ ببلش اريحهم واحد واحد، بجيبهم مع المربط هاد كلهم، هدول الثلاثة او الاربعة. شو في عندي كوابل بقدر امسكها مع بعضها، بمسكها مع بعضها بالمربط هاد، شايفين كيف؟ بجمعهم كلهم مع بعض، بدخلهم بالمربط هاد، شايفين كيف كلهم اختفوا؟ بجيب هذا بخبيه هون اللي هو ما إله داعي، هذا تبع طبعا ما بخليه بارز، بحاول اخليهم مخفيات ورا بعض، يعني هذا فيه طول انه يتخبى هون، بجيبه هون هيك. هلا ببلش اشد، شوفوا كيف كل اشي تخبى ولا اشي ظاهر بهاي المرحلة، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ كل اشي من ورا تخبى. وهيك الار جي بي تبعون الكولر ماستر مشبوكين مع الار جي بي تبعت الكيس على الادريسبل ار جي بي، لانه الار جي بي العاديه موجوده بهاي المذر بورد، بس هدول المراوح كلهم ادريسبل ار جي بي. فالادريسبل ار جي بي كنترولر هي هون صار متحكم بكل شيء، وهي الكبسه اللي هي السويتش اللي هي كبسه الريست، فكبسه الريست هلا رح تتحكم بكل الار جي بي تبعت الجهاز ويتوحدوا مع بعض. هلا بهاي المرحله من هون بتطلع من قدام، هل في عندي اي شيء كوابل مش واضحه متنيه عامله مشكله، برحلها بريحها. اذا ما في اشي شو بسوي مباشره وقتها؟ بسكر الكيس من ورا، شايفين كيف؟ بتاكد كل اشي مرتاح، كل اشي بمكانه، كل اشي اموره تمام. هلا بهاي المرحله باجي من ورا وبسكر الكيس، خليكم معي ثواني. هلا بهاي المرحله باجي بجيب الغطاء زي هيك، بضغطه ضغطه خفيفه. هلا انا بفضل هذا الغطاء لما بدنا نسكره يكون الكيس قاعد عشان الضغط، انت لو ضغطت على السلاك ما عندك اي مشكله، شايفين؟ عشان هاي الاشياء اللي هون ما عندك مشكله لو ضغطت عليها. بنجيب الكفر زي هيك، بنضغطه، بنقعد كل شيء في مكانه، بعديها بنبلش نسكره يمين يسار زي ما انتم شايفين، زي هيك هيك سكر 100%. لا في هون فيش، في هون مكان مش مضغوط، بحط ايدي كامله من هون ومن هون وبسكر السلايد كامل هيك، طلعوا سكر كامل، سكر كامل. هلا ببلش اركب البراغي من الخلف، البرغي الاول، البرغي الثاني. طبعا في حدا حيقول لي انت هيك ضغطت على الحديده تبعت المذر بورد، بقول له عادي ما عندي اي مشكله، لانه بكل بساطه ما عندي مشكله بهذا الموضوع. بتطلع من هاي المنطقة، وين الضغط يا صاحبي؟ فيش ضغط، شايف انت في ضغط؟ ما في ضغط. طيب النقطة اللي كنا نحكي عنها قبل شوي، انه كل اشي لازم تشيل جلاتيناته. هلا بهاي المرحلة في عنا هون قدام جلاتين لازم نشيله، بس هذا الجلاتين بسيب الزبون يستمتع وهو بشيله، شايفين كيف؟ هلا بجي بركب الكفر النهائي او الازاز النهائي، بركب زي هيك سلايد، شايفين كيف؟ زي هيك، بتأكد انه قاعد في مكانه،
انه مش قاعد. اوكي، بعدين باجي بقول له تك تك، بعديها بركب البرغي تبعه الاخير، وهيك خلصنا تجميع بهذا الجهاز بالهاردوير مود. هلا بدنا نبلش فيه سوفت وير مود، وراح نفرجيكم خطوه بخطوه وكيف راح نعمل انباكينج للشاشه اللي اجت معه. هيك طلعوا من ورا كيف كل اشي مرتب، طلعوا من قدام كل اموره 100%. خليكم معي هلا عشان نبلش نعمل انباكينج للشاشه، وبعديها نبلش بايش؟ بالسوفت وير للجهاز كامل. هلا بدنا نبلش معاكم بالسوفت وير مود بعد ما شغلنا الجهاز وحطينا الفلاش تبعت السوفت وير. لاحظوا هون بيعطينا نيو سي بي يو انستليشن، بليز انتر ذا سيت اب كونفيجريشن يور سيستم اف 1 تو كونتينيو واف 1 تو ران سيت اب. فبنكبس اف 1 وندخل على البيوز عشان نعاير البيوز ونشوف الكونفيجريشن تبعته. ضروري جدا مع اي تجميع جهاز جديد تعاير البيوز، ضروري جدا. طب من ضمن عيار البيوز شو بدنا نعاير؟ بدنا نعاير شيء اسمه اكس ام بي بروفايل، وبدنا نعاير شيء اسمه المود تبع الفلاش. لاحظوا هون معطينا انه كينغستون اس اس ان في، شايفينها كيف؟ هاد اللي هو الكينغستون الان في 2 ال1 تيرا بايت، ومعطينا انه هون قارئه ام دوت 2 ان في 100، يعني قارئه 100%. طب شو في الاشياء المهمه جدا لازم اعدلها؟ لازم اشغل شيء اسمه اكس ام بي بروفايل، عشان بدل ما يقرا الرام 16 جيجا على 2400 هرتز لازم يقراها على 3200. هاي نقطه كثير مهمه بحب اكدها للكل. لاحظوا لانه شبكنا خط المعالج الفان تبعته في المكان الصحيح والكيس في المكان الصحيح، فبكل بساطه الامور عندي هون تمام 100%. معطيني انه الفان كيف عم بتدور تبعت السي بي يو، والفان تبعت الفان كيف عم بتدور، كل وضعها 100%. هلا انا من هون بختار من الاي زد مود البرفورمانس اللي انا بدي اشتغل عليها، فبدي اشتغل على النورمال برفورمانس او على الباور سيفنج. هلا هاي الاعدادات الاساسيه جدا جدا، وبعد هيك بدي اخذ على الاعدادات الاعلى اللي هي بدي ادخل على ادفانس مود اللي هي F7. هلا هاي الادفانس مود هون باكد على معلومات تبعت التواريخ تبعت المداخل على الاي اي تويكينج، اذا بدي اعمل اكس ام بي بروفايل 1 قبل شوي انا اخترتها اعطاني الاعدادات تبعت الرام كلها صحيحه، اعطاني انه البيس سي بي يو افشنسي والتيربو افشنسي، شوفوا قديش بتكون من 3.6 ل 4.9. هذا اوتوماتيكيا انا ما بعمل إشي. وهون من الفريكوانسي هاي الكاش تبعت الرام، وهذا الهيرتز تبع الرام. هلا الاشياء اللي انا بدي اتاكد منها اللي هي كيف بتعامل مع ال NVMe، هل بتعامل معها بالشكل الصحيح وقارئها بشكل صح ولا لا. هلا اشياء ثانيه احنا بالعاده كنا نحكي عنها اللي هي انه اذا انت بدك تشتغل على ال AHCI بدك تتاكد من اعدادات ال AHCI الموجوده جوا الجهاز، بدك تتاكد المداخل ايش ماخذ قراءات، شو السرعات تبعتهم، شايفين هذه ايش قارئها وهي ايش قارئها، شايفين قارئها جن 4 X4 يعني جن 4، هذا المدخل تبع ال NVMe تمام. بتاكد من هون السي بي يو، يعني انا ما بدي اغير عليها اي شيء، باجي هون على الاس اس دي سمارت انفجريشن، هون معطيني انه فيش ولا قطعه لانه احنا كل اللي شغالين عليه اللي هو 1 هارد درايف اللي هو الان في ام اي تمام. هلا انا بتاكد من كل المعلومات تبعت الجهاز، بنزل لتحت على انتر رابت تكنولوجي، باجي هون على الاعدادات، يعني بتاكد من كل الاعدادات، باجي على المونيتورنج هون بشوف الكيو فان المراوح تبعته الاعدادات البولت، باجي على البوت بتاكد انه سكيور بوت انها فعاله، اوبريتنج سيستم انا بدي اياها صحيح، بختارها ويندوز يو اف اي اوبريتنج سيستم، وبختار هون سكيور بوت اقول له ستاندر او كاستم، بختارها زي ما بدي تمام. برجع باك باجي هون انه راح يبوت اول شيء من الفلاش، شايفين الفلاش تبعتي راح يبوت من الفلاش، وبعديها بختار البوت انه من وين، من الهارد درايف. اوكي باجي هون على باقي الاعدادات، وهون باجي بقول له سيف اند ريستارت. هاي الريستارت شوفوا شو عم بيسوي فيها، بغير اعدادات الميموري وبغير اعدادات ايش اليو اف اي تبعت الويندوز. هلا بنقول له اوكي، هلا راح يبوت لانه الهارد درايف اصلا الان في ام اي ما عليه ولا شيء، فراح يبلش يبوت من الفلاش اللي انا شابكها عليها ويندوز 11 عشان ننزل منها اوبريتنج سيستم. خليه يبوت، طبعا اول بوت راح ياخذ شويه وقت، ليش؟ لانه عم بشيك على كل شيء جوا الجهاز، فانا ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع. لاحظوا مباشره اعطاني شعار الشركه الصانعه، وهيك انا بكون متاكد انه الاعدادات كلها صحيحه. ما دام اعطاني شعار الشركه الصانعه بعيد وباكده دائما، انا بقول اذا طلع شعار الشركه الصانعه وتحتيها اللودينج معناته انا شغال بافضل اداء للجهاز، يعني انا شغال جي بي تي للهارد درايف على يو اف اي للمذر بورد،
وهي نقطة كتير مهمة. هلا ببلش اللودينج هون، رح يعمل لودينج من الفلاش درايف تبعتي اللي هي USB 3.2، شايفين كيف؟ وبعديها بدنا نبلش ننزل ويندوز 11. رح نبلش باعدادات ويندوز 11، انا طبعا بدي اختارها هون US مش UK، بدي اقول له انستول. وهلا رح اضطر اني اوقف معاكم ثواني بس ادخل الكود للزبون، لانه في له نسخة ويندوز اصلية، وبالنكست ان شاء الله بكمل معاكم، خليكم معي ثواني. هلا بنكمل معاكم بعد ما حطينا الكود، اعطانا انه هلا ما راح يعطينا شو اختيار الويندوز لانه اخذ الكود المباشر. طبعا راح نعمل قطعه واحده لانه هذا الجهاز لجيمر، فراح ينزل كل الالعاب في مكان واحد اللي هي السي، وبعديها بدنا نقول له اوكي نيكست ونسيبه. وهلا بدنا نبلش نسرع الفيديو، خليكم معنا. هلا هيك بعد ما خلصت الويندوز بدنا نكمل معاكم باعدادات الجهاز. احنا طبعا بالاردن وانا افتخر، بنختار هون جوردن زي ما انتم شايفين على الجي، بعدين بعطيه نيكست. هلا المتعارف عليه اللي هو ايش، الكيبورد واللانجوج تكون يونايتد ستيت، احنا متعودين على يونايتد ستيت عشان تكونوا عارفين، والعربي اللي هو الارابيك جوردن 101. الكيبوردات تبعتنا كلها الستاندر 101 اللي بيجي فيها الذال جنب الات، والات بتيجي على حرف 2. تمام، بنكمل معاها بقول له اي دونت هاف انترنت عشان يعمل لي لوكال اكونت باسم التشانل تبعتنا. وهلا هيك راح تخلص الاعدادات تبعتها كامله الويندوز 11 وتقول لي شكرا وويلكم. هلا لا زي ما لاحظتوا انا معدي لهي النسخه بانها تدخل دايركتلي باسم التشانل. هلا هي عم بتجهز بكل شيء قاعد جواه، وبعد هيك راح تقول لنا Do not turn off your PC، وهيك رح تكمل الاعدادات لحالها. ثواني هلا وبدخل الويندوز معانا، almost there. تمام، next 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 accept، ودخلنا على الويندوز 11 زي ما انتم شايفين. من الخطوات المهمة اللي انا بحب اسويها، اول اشي اني اطلع الايكونز تبعون الديسكتوب اللي هم اليوزر فايل والماي كمبيوتر زي ما انتم شايفين، طلعهم برا، وبعدين اعمل له ريفرش عشان يكونوا في مكان هون. بعديها اتاكد انه اخذ اعدادات الجهاز كامله، يعني هون شايفين المعالج، الرامات، كل شيء 100%، الويندوز. وبعديها بدنا نبلش نعرف حفل التعريف وتنزيل برامج، خليكم معي ثواني اشبكوا انترنت وبعدين نبلش الحفله هاي. بدنا نكمل معاكم بعد ما شبكنا الانترنت. طبعا من ميزه موجوده في اسوس دائما مباشره اول ما تشبك انترنت بيطلع لك شيء اسمه Armory Create Software Update Service، بتقول له موافق. هذا شو راح يسوي؟ بينزل السوفت وير الخاص تبع شركة اسوس اللي هي بتتحكم بالكنترولايزر تبعت الجهاز، زائد بتجيب التعريفات، زائد بتجيب كل شيء. هلا هاي انا بقول له اوكي مباشرة بدي اياها، ليش؟ لانه هي اللي راح تنزل تعريفات للمذر بورد، وتعريفات لكرت الشاشة، وتعريفات للجهاز بشكل عام. يعني لو انا جيت هون وطلعت على التعريفات تبعت الجهاز، طلعوا بدي احطها قدامكم، خليني اتاكد انه الفوكس في المكان الصحيح. طلعوا في اشياء مش معرفه، شايفين؟ حتى كرت الشاشه معرف بس مش 100%. هلا هذا السوفت وير بنزل كل هاي الاشياء بتكون اموره 100%. طيب في نقطه ثانيه كمان بدي اتاكد منها، انه بكل بساطه هل الويندوز تفعلت اصليه ولا لا؟ لانه احنا حكينا في نسخه اصليه لهذا الرجال، شوفوا اكتيفيتد ويندوز 11 برو. تمام، ويندوز 11 برو اكتيفيتد 100%، وهي معطيني كل اعداداتها. بقول له اوكي، وهلا هون بلش ينزل الارموري زي ما انتم شايفين. وشو هو اوريدي، لاحظوا السوفت وير قاعد بينزل، قاعد شوي شوي كل اموره عادي بتنزل لحالها وبتعرف قاعد لحاله. يعني هذه الاشياء اللي احنا بدنا نسويها. بنفس الوقت شو بدنا نسوي احنا؟ بدنا نشبك الفلاش اللي فيها السوفت ويرات عشان ننزل الاوفيس وننزل الاشياء الثانيه. فبنفك الفلاش تبعت الويندوز ونركب الفلاش الثانيه، طبعا بنشبكها بمدخل اليو اس بي 3 عشان نكمل شغل عليها. هلا بقول لكم اوكي كنترول اي اندرستاند، اوكي يس، عشان نكمل السيت اب تبعته. خلينا نخلص التعريفات اول شيء، وبعديها ننزل معاها السوفت ويرات والاشياء الثانيه. هلا من ضمن السوفت ويرات اللي انا بحب انزلها، شوفوا انا بحب ادخل هون بنزل تحت على الاخر. اول اشي بنزل ونرار، برنامج فك الضغط، هذا رقم واحد لازم انزله دائما. تمام، لاحظوا الجهاز ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الجهاز
مش عم بركض ركض. انتوا لاحظوا بفتح البرنامج بيعطيني فنش. طبعا المعالج هذا بيجي 6 كور 12 ثريتس، يعني عبارة عن 12 كور داخلي، يعني 12 كور متوزع. هلا بفرجيكم اياها من هون على السيت اب. لاحظوا المعالج هون، عدوا معي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20. يعني احنا بنحكي عن 10 كور باثنين، 10 كور و10 ثريت، هذا اللي هو 12700 12700 تمام. هلا بنكمل معاكم هون. بسم الله ما شاء الله الوضع 100%. خلينا نكمل بالبرمجة تبعته. شايفين انا بفتح البرنامج بقول لي فينش. طبعا اذا كان في بطء بكون بطء الفلاش او بطء اليو اس بي، لان انا شبكه 3.2، فالوضع 100% تمام. هلا هون بدي انزل المتصفحات. انا بحب انزل فايرفوكس والكروم، هدول انا بحب انزلهم لاي يوزر، وبعد هيك هو بيستخدم اللي هو بحبه. ننزل ادوبي ريدر دي سي، وبعد هيك ضل شغله واحده اللي بدنا ننزلها اللي هي الاوفيس كستاندر، من ضمن الستاندرات اللي احنا بننزلهم اللي هي الاوفيس 2019. وهالمره للاسف بدنا نضطر ننزلها كراكت، لانه اليوزر ما حب يشتري نسخه اف او اس بس حب يشتري نسخه ويندوز، فبنقول له اوكي زي ما انت بتحب، وبدنا نضطر ننزلها كراكت. طبعا بنحب نحط الكروم هو الماستر ايش، ماستر براوزر. فبنيجي هون على كروم وبننزل لتحت على شيء اسمه HTTPS، بنقول له سويتشت، وبنقول له كروم، بنقول له سيت اس ديفولت اوكي، وبنطلع من هاي. هذه هون انستول، وهاي هون بنقول له جرت. هيك هذا صار جاهز، بنسكره. نيجي هون على الفايرفوكس، عم بنزل. طبعا هاي الايرور لانه الانتي فايروس زقط السيت اب تبعت الاوفيس انها فايروس، واحنا بنقول له لا هي مش فيروس، تتدخلش فيها وانزل تحت. طبعا هو زقطها، هلا بدنا نفوت نرجعها عاد. مانج ثريتس، وين راحت؟ اد ريموف، اوكي. طيب احنا خلينا مبدئيا نوقف هذا عشان ما يرجع يمسكها، وانا اوريدي عندي نسخه منها هون موجوده بالمكان هاد. الجهاز عم بركض ركض، ملاحظين انتو؟ عم بركض ركض، مش ملحق علي. انا اللي مش ملحق عليه بصراحه، يعني انا اللي مش ملحق على الجهاز زي ما انتم شايفين. شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله، لا يطرح البركه لصاحبه. طبعا هنا بنجمع اجهزه جيمنج من سنين، بس من جديد بلشنا نصورهم عشان الناس تشوف شو اسم ال كلوز ريكفر. اوكي خلينا نفتح الايزو فايل ونسحب منها ال، يعني هو اجا وقف لنا كل اشي. خلينا نفتح الايزو فايل، وين الايزو فايل تبعت الاوفيس، ونطلع منها هاد كوبي، ونقول له للانتي فايروس لا تتدخل باللي مالكش فيه. احنا مبسوطين بالاوفيس تبعتنا بهاي الطريقة. 20% حط هاي هون بيست، بعد هيك نفتحها، قول له 2019 اوكي انستول، ونحط نسخة تانية هون كمان لانه هو بالعادة بيحب يلعب معنا اللعبة هاي، فاحنا بنترك اكثر من نسخة في اكثر من مكان عشان الانتي فيروس المحترم اللي بيحب يلعب معنا هاي اللعبة. هلا بنخلص هاي هيك، لاحظوا هون بدي انزل لتحت. I read, I agree, next, 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 close, never show again, okay. هلا هاي الاعدادات تبعت المذر بورد مع السي بي يو مع كل شيء، لاحظوا كل شيء عم بيعطيني اياه هون مونيتورينج. هلا هون اذا بدي اتحكم بالاناره، طبعا هاي الاناره لل ار جي بي مش ادريسبل ار جي بي تمام، هاي للار جي بي مش لادريسبل ار جي بي. هلا هون شايفين الكورات، عدد الكورات شغاله هون، شايفين هيها، شايفين لحد كور 10 11. طبعا هي كور 11 مع صفر، يعني 12 كور، 12 كور بقرب على ايش؟ على 24. هلا هون شايفين الميموري، بقدر اتحكم بالسينك تبع الميموري ارمي. لاحظوا هون بقدر اخليها رينبو، بقدر اتحرك، شايفين انتم كيف اللون؟ يعني بقدر اتحرك فيها زي ما بدي، ممكن اخليها سوليد ازرق،
اغير اللون تبعها اللي بدي اياه بسويه بالالوان. طيب بجي هون على الاعدادات تبعت الجيمينج، بجي هون على الكستمايزيشن فريم اذا بدي اغير فيها اشي، شايفين كيف؟ هون على الدرايفر اند يوتيليتي، شايفين درايفر، بعمل تشيك اذا في تحديثات، شايفين هدول اللي انا بحكي عنهم، داونلود اند انستول، هدول اللي هم تحديثات الجهاز المهمه اللي احنا بدنا نشتغل عليها. فهي اشياء كثير مهمه شركه مباشره بتعطيك اياها انك تنزلها بكل سهوله وستاندر. يعني احنا هلا هاي بس تخلص راح يكونوا تعريفات الجهاز كاملين 100% في اماكنهم. وهيك بنكون شارفنا على انتهاء تجميع جهاز جيمينج رائع وعلى قد الايد زي ما بيحكوها. هذا الجهاز تقريبا عندنا هون بالاردن مع الشاشه هاي، يعني بنحكي عن كيس وشاشه، بيكلف 1000 دينار اردني تقريبا بالوقت اللي انا صورت فيه الفيديو. هلا قبل هيك او بعد هيك ممكن يكون السعر مختلف، فاللي بده جهاز زي هيك جيمينج يتواصل معي عشان اعطيه السعر المناسب للجهاز. طبعا فضلا وليس امرا ادعموا اللايك والشير، فضلا وليس امرا ادعموا اللايك والشير، لا تنسونا من ادعموا اللايك والشير. وبدنا نكمل معاك وبس تخلص معانا. لاحظوا هاي الاوفيس خلصت، يعني الجهاز ما شاء الله، شايفين الجهاز ما شاء الله الاشياء كلها عم يعني شوفوا هو لسه مش معرف، خلص الاشياء هاي كلها، شايفين مباشرة عم بخلص في كل اشي قاعد. هذا من قبل ما نعرف الجهاز، فما بالك لما نعرف الجهاز تكون الامور كلها 100%. هاي الاوفيس خلصت، حتى لو بدي اشيل فلاشتي هلا اموري تمام، ما عندي مشكله لانه خلص انا السوفت ويرات اللي بدها تنزل عليه اللي هم البيسك سوفت وير. وهلا بدي اشيل الفلاش تبعتي لانه خلص ما ضل في شيء بدنا ننزله. واكمل مع الارموري كريت من شركه اسوس عشان اتاكد انه خلص تعريف. تلاحظوا عم بنزل تعريف قاعد للريالتك لان درايفر. خلينا نطلع كمان مرة المانجمنت تبعت الماي كمبيوتر، شو مور عشان نتأكد انه كل اشي تعرف بعد ما يخلص. طبعا لسه المذر بورد ما تعرفت، الريد كنترولر ما تعرف، شايفين الهاشينج هذا اللي عم بيصير، هذا برضو لتعريف كرت الشاشة. يعني في اشياء كتير. باجي هون على الاوديو لسه معطيني هاي ديفنيشن اوديو، يعني الاوديو اللي بالجهاز من المذر بورد لسه ما تعرف. انفيديا هاي ديفنيشن اوديو، هذا هيك معرف عشان تكونوا عارفين. هون بشوف اليو اس بي 3 او الساتا كنترولر اللي موجوده بالجهاز، شايفينها يو اس بي 3. هلا بدي اشوف باقي الاعدادات تبعت الجهاز كامله. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الوضع حدث ولا حرج. هاي بنزل قاعد بالريال تك لان، عم بنزل قاعد باللان، وبعد هيك راح ينزل الاوديو راح تكونوا معنا خطوه بخطوه. هلا حكي ممكن نسرع وممكن ما نسرع، يعني هي ما ضل شيء كثير، ضل الاعدادات الاساسيه للجهاز وبعد هيك بكون الجهاز 100%. لاحظوا عم بيطلع قاعد بوب اب تحت، هاي عم بتعرف قاعد بالقطع تبعون الجهاز. هلا هو عم بيعرف قاعد باللان اللي هي ريال تك بي سي اي جيجا بت فاميلي كنترولر. لاحظوا في اشياء هون اختفت، شايفين؟ راح يضلوا ورا هدول الاشياء كلهم لحد ما يعرفهم كلهم. هلا هيك هو عرف المذر بورد، شايفين انتل تشيبسيت، شايفين انتل تشيبسيت درايفر، عرف المذر بورد. من ضمن تعريف المذر بورد بعديها راح ينزل الكنترولر. حاسس حالي معلق كرة قدم، عم بعلقها رفعها بالراس وبعد كده حيدخلها بالجول. عم بعرف في القطعة واحدة واحدة، شايفين؟ هلا هون عم بخلص قاعد بالدرايفر الأخيرة، وبعد هيك ببلش أتأكد إنه هل كل شيء معرف 100% ولا لا. بعد هيك بدي اعمل ريستارت وارجع اقول له يشيك على كل شيء. عم بنزل قاعد داونلودنج انستليشن مانجمنت انجن انترفيس، هاي اللي هي راح تعرف اخر شيء موجود هون، وبعد هيك راح يختفي كل شيء مش معرف هون. لحد هاي المرحله احنا امورنا 100%، واصل ل 70%، واصل ل 70%. هلا عم بعرف الريد كنترولر، هذا الريد كنترولر هيو عم بعرف فيه، بمشي وحده وحده، شايفين كل شيء اختفى، كل شيء اختفى. بس ضل نعمل ريستارت عشان نتاكد انه الاوديو هون تعريفه 100%، لانه هون لسه معطينا هاي ديفينيشن اوديو. هلا شايفين هاي انتل اوبتيكال ميموري، هيك عرف المانجمنت ستورج، شايفين هيك امورنا 100%. هلا بدي اتاكد من شغله وانتم موجودين معي فرجيكم اياها عشان تعرفوا
كيف ممكن تتأكد من أشياء اللي موجودة بالجهاز. على الميموري هون لو بكبرها عشان أشوف، لاحظوا هون سبيد إحنا قبل شوي عايرناها، قلنا إنه المذر بورد كانت قارئة لسبيد 2400، بس لما شغلنا XMP بروفايل قرأها 3200 اللي هو سرعة الرام الفعلية. لاحظوا هون الويندوز قارئها 3200، يعني أنا أموري 100% صح، وهيك أنا متأكد إنه إعداداتي 100% صح. وهاي هون المعلومات تبعت الاس اس دي، اس اس دي تايب تمام. هون المعلومات تبعت الجي بي يو ار تي اكس 40 4060، فهيك انا بكون متاكد انه الجهاز راح يعطيني افضل اداء له. هاي هون لاحظوا ريال تك اوديو، هلا عرف الاوديو، هيك كل اشي بالجهاز معرف، ضل بس الكريت هذا يقول لي انه انا خلصت، عشان بعد هيك اقول له بامكانك تعمل ريستارت وما عندك اي مشكله، وبعد هيك بتكون رح نطفي الجهاز ونشغله ونعد مع بعض قديش رح ياخد معانا ثواني بالتشغيلة تبعت هذا الجهاز. هلأ رح نشوف هذا الحكي بعد ما يخلص ويعمل ريستارت، رح اطفيه تماما وبعديها ارجع اشغله، رح اطفيه تماما وارجع اشغله بعد هيك ونشوف ايش رح يصير معانا. طبعا هو هلأ عم بنزل قاعد الفينيشنج تبع الريال تيك اوديو، طبعا راح تشوفوا انتم هلا انا راح اكون عامل زومينج ديجيتال زوم على الشاشه نفسها عشان تشوفوا المعلومات اللي عم بشوفها انا باوضح من الشكل، لانه في اناره جاي عامله ريفلكتنج على الشاشه، فانا هلا راح اغير هذا الحكي باني راح اعمل ديجيتال زوم واغير الاناره عن طريق المونتاج. خليكم معي، هلا راح اترك الفيديو وراح اسرع الفيديو شوي عشان تكونوا عارفين كيف راح يصير الوضع تبعنا. بدي استغل بهذا الوقت افرجيكم اعدادات الجهاز زي ما انتم شايفين، كيف من هون زوم على المروحه تبعته من جوا على الار جي بي الفرونت ار جي بي فان، وافرجيكم كيف احنا مبرمجين الكبسة هاي اللي هي موجودة هون بالفرونت انه كيف تتحكم بالانارة تبعت المراوح. شايفين بتحكم فيهم، بقلب الريت كنترولر سوري الانارة تبعتهم، شايفين بتحكم فيها زي ما بدي. طبعا ما بقدر اتحكم فيها من المذر بورد، ليش؟ لانه بكل بساطة حكينا انه المذر بورد هاي مجهزة للار جي بي مش للادرسة بالار جي بي. شايفين التجميع من جوا كيف ترتيب الاسلاك الكيبل مانجمنت، شايفين كيف من جوا، شايفين كيف هيك وضع الجهاز 100%. وهلا بنرجع الكاميرا في مكانها عشان نكمل معاكم تصوير، نظبط الفوكس. طبعا هو هلا هيك خلص زي ما انتم شايفين، طالب ريستارت، نقول له اوكي ريستارت. طبعا بعد ما يعمل الريستارت الاولى بيعتبر انه انت بدك تحط باسورد جديده، للكل بحكي له اياها كل فتره ويندوز 11 تطلب انك تحط باسورد جديده، فانا بالنسبه لي مش حاطط باسورد قديمه اصلا، فبسيب كل شيء بلانك وبقول له نيكس، فهو بيعتبر انه انا بدلت الباسورد وراح يدخل مباشره. تمام، هلا هيك اشتغل 100% وخلص التحديثات كلها. هلا بهي المرحله بتاكد انه كل التعريفات 100% بمكانها، ما في عليها اي مشاكل. بلحظتها بطفي الجهاز وبشغله وبعد قديش راح ياخذ معي بالثواني. لاحظوا كل شيء معرف 100%. بهاي اللحظه باجي هون على ويندوز 11 وبقول له ايش، في تحديثات شايفينها، بدي اقول له ابديت اند ريستارت. بعد ما يخلص الابديت اند ريستارت بطفيه وبرجع بشغله وبفرجيكم قديش راح ياخذ معي بالضبط وقت. هلا ممكن نسرع هذا الابديت،
هلا هيك ما اضطرينا نسرع لانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الجهاز ما اخذش ثواني، خلص الابديت وعمل ريستارت كل اموره تمام. هلا بدنا نعمل له شت داون، راح تشوف المراوح راح تطفي وراح يطفي كل شيء بالجهاز. هلا هيك هو طفى تماما، هلا بدنا نشغله وبعد ما تطلع الصوره بدنا نبلش نعد. بعد ما تطلع الصوره لانه هيك بده يكون قراء المذر بورد وقراء الجرافيك كارد. هلا بنبلش نعد 101 102 103 104 105، خمس ثواني بالضبط، خمس ثواني بالضبط كان فاتح. بسم الله ما شاء الله. لا تنسونا من الدعم واللايك والشير، الدعم واللايك والشير. يلا سلام.